صاحب الأرض اللي حضراتكم بتزوروها دلوقتي هو المزارع محمد عبد القوي جودة. تعالوا نفهم منه ليه توسع في زراعة الذرة الرفيعة من الصنف أتون. ركزوا معاه. أولاً يسلم إيدك على زرعة أتون. أنت جاي هايلة، واضح أنك تعبت في أرضك، واضح أنك خدمت عليه كويس جداً. فعايز أفهم منك بنستخدمه في إيه؟ معاملاتك الزراعية اللي وصلت بالمحصول بالشكل ده إيه هي؟ أولاً استخدامي ليه؟ بستخدمه كسلاج للعلف المواشي خاص بيا بمشروعك أنت، بمشروع أنت حيواني. عندك كم راس بقى؟ عندي 2000 راس. 2000 راس؟ أنتوا بتزرعوا كعيلة 30 فدان. حضرتك مسؤول عن 2 فدان منهم، دول ملكك أنت. لكن كعيلة بتزرعوا 30 فدان بأتون. بالظبط. صح كده؟ تمام. مغطينك بالكامل في 2000 راس؟ لا، ساعات بحتاج من بره، بس برضه لازم أجيب نفس النوع ده لأنه هو أحلى نوع، بيديني نسبة بروتين عالي في العلف. برضو بستخدمه كحبوب غلال، برضو بدخلها في العلف بزائد الأصناف التانية اللي كنت بستخدمها قبل كده، ما كانتش بتديني نفس المطلوب سواء في البروتين أو في التحويل أو في الغلال. كم سنة بتزرع أتون؟ بقالي سنتين. سنتين ما شاء الله عليك. بس السنتين دول يعني حسيت بالفرق جامد جدا، بنسبة 50% فرق ما بين ده، نسبة كويسة جدا. انتاجاتك في السلاجة قد ايه وفي الحبوب قد ايه؟ بالنسبة للحبوب بس الفدان بيطلع معايا حوالي 24 اردب، وفي السلاج بيطلع معايا حوالي من 30 طن. ما شاء الله عليك. وزي ما حضرتك شايف انا، لا انا عايز اسمع، انا شايف الحلاوة كلها، لكن عايز اسمع منك بتعمل ايه. بدك ماوي زيادة عن اي حد، لان انا بحب اخدم الزرعه عشان تطلع بالوضع اللي انت شايفه حضرتك ده. بحب الزرعه تبقى فارقه، والتقوي نفسها مساعداني على انني اعمل كده. يعني بتقدر تفجر الصفات الوراثيه للبذره اللي انت بتشتغل عليها، صح كده؟ برافو عليك. المزارعين اللي حواليك لما بيشوفوا الراجل المحترم ده اللي قدامي زرع بالشكل ده وانتج بالشكل ده، بيقلدوك، بيسالوك، بيعملوا ايه؟ طبعا بيجي يقولوا لي انت زرع نوع ايه ومنين واسم الشركة ايه؟ زكاة العلم احكي. فأنا بدلهم وبقول لهم على الحاجة دي، وحضرتك كل السنة دي كل الناس اللي في المزرعة اللي حواليا لما شافوا الانتاج عندي السنة اللي فاتت مهول، بدأوا يجيبوا نفس التقاوي دي السنة دي ويمشوا عليها.